ولا همتلك اي حاجه من الدنيا خالص خالص. راجل ارزوقه على الله. اذكر عالي منين ولا اعمل ايه؟ طيب مش عارف. 3 شهور مرميين في الشارع. كل ما اقول لك بكره بعد 3 شهور. يا ريت اي مسؤول كان عنده ضمير. كان في تقارير طالعه بتقول الحي هيسلمكم الشقق النهارده. مفيش يا عم مفيش اي حاجه خالص. مفيش بقى لنا 3 اشهر كلهم يقول لك بكره بعد. واحنا ناس ارزيه رزق يوم بيوم وقفوا عنا ومش لاقيين لي على الكلى. ليه مستني يقول لك ايه؟ هسلمك النهارده الاسبوع اللي جاي. طبعا انت خدت تطلع شبك العشك يجوا يسلموك ما فيش مكانه لغايه لما رمونا في الشارع. لا بقى رمونا خلاص كده في الشارع.